ابتدينا من سنتين بس يعني خلاص الثمار هتطلع خلال اسبوعين مثلا، اللي هو سلسله كتب تبسيط للعلوم وللفلسفه وللسياسه وللفنون ولتاريخ الامم والاعلام. يعني الكليه بشكل مبسط يعني بشكل جذاب بالظبط، هي معموله بشكل للسن اللي هو من 10 ل 16 سنه، لان دي يعني فئه عمريه مهمله. احنا عندنا قصص اطفال وعندنا الكبار، لكن الفتره دي بيبقى لها اسلوب خاص في وهي فتره اكبر فتره بيبقى عند الانسان حب استطلاع فيها، والنشر في مصر مش واخد باله منها. فاحنا عملنا السلسله دي وهتصدر. في عندنا بقى، وده اللي ناويين يعني نشرع فيه بشكل جدي، هو الترجمه العكسيه، بمعنى ترجمه اعمال ادبيه وفكريه من العربيه الى اللغات الاجنبيه. من العربيه الى اللغات الاجنبيه. يعني